طب انا انت ده اخر لايف ليا. هذا الشر عليك بعد ما لعب بجرامي منورني. انا طلبت عربيه الاسعاف لبيج رامي طبعا مش ليا. ايوه طلبتها ومجهزه بره الاستوديو عشان لو حصل اي حاجه. انا لو عارف كنت جيت بالشرطه الفنيه النهارده. تعرف تلعب كوره؟ يا نهار ابيض والله ده انا هلعبك كوره. احنا الجيل بتاعك واحنا الجيل بتاعك. ايوه بس خلي بالك بس تعرف تلعب كويس والله. انا كنت لعب جامد جدا والله. فين ولا اي حاجه؟ انا يا جماعه جيبوا قناه المحور اتفرجوا علينا في الريمونتادا. انا وبيج رامي بطلنا اللي كلنا بنفخر بيه. وطبعا يعني هو مشدود شويه، عنده شويه قلق، وانا عندي برضو شويه قلق. ان شاء الله تعدي على خير. ان شاء الله هتعدي على خير. انا حاولت اكون يعني ايه يعني استف از كود يعني، بس برضه لسه سوفت. لا وكمان الكابتن بيجو طول الوقت قاعد بقى بيستفزني ويخليني ارتبك قبل الحلقه، لكن انا جامد. انا اكلت فرخه ونص. تسلم ايديك يا رجاله. اقلبوا على قناه المحور. يلا اشوفكم على خير. باي.